السلام عليكم. اليوم نروحوا لولاية عبيجاية لنقف على الأشغال تاع التوسعة تاع الطريق خراطة اللي يربط ولاية سطيف بولاية بيجاية، وهذا الطريق اللي طالت الأشغال به وتأخر كثيرا لأسباب مختلفة، ومنها الصعوبة تاع التضاريس التي يقع فيها هذا الطريق. وهنا رانا بصدد الكلام على جزء منه، ويعتبر جسر عملاق جدا عالي بعلو حوالي 40 متر، وفيه يعني نشوف الأعمدة ضخمة. إذا هذا يعني جزء من المشروع زاره والي ولاية بيجاية في بحر الأسبوع الماضي. نترككم تتابعون. السلام عليكم.